بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مشاهدين الأحبة إنما كنتم محللتم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت الشباب أفكان من شرع النبي وحكمه أن تضرب الزهراء ضربا موجعا لا يفوتنا ان نرفع احر ايات العزاء والمواساه الى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والى مقام علمائنا الاعلام ومراجعنا العظام والامه الاسلاميه جمعاء بهذه المصيبه العظيمه على قلوب المؤمنين رزقنا الله واياكم زياره السيده الزهراء في الدنيا وشفاعتها في الاخره. إذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم بناء الإنسان الطريقة والأسلوب سنناقش هذا الموضوع ونفتح أكثر ملفاته جدلا مع ضيفنا في البرنامج الباحث الاجتماعي والمختص في الشأن الشبابي الأستاذ لطيف الحسن وحياك الله أستاذ لطيف الله وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد السيدة الزهراء عليه السلام أحسنت عظم الله أجرنا وأجركم بشهادة الزهراء عليه السلام أحسنت بداية أستاذ لطيف بناء الإنسان ما هي الأهمية لكي يبدا الانسان ببنائه او لماذا نسميه بناء الانسان احسنت بسم الله الرحمن الرحيم اخترت موضوع مهم وهو بناء الانسان وهو تغيير الانسان باتجاه الكمال وبالتالي البناء من اسمه اسمه بناء لكن احيانا قد يخطئ الانسان في تصور البناء باتجاه التكامل فيتسافل وهذا ما يتلاعب به من خلال المفاهيم الخاطئه والجهل المركب في الانسان بالتالي يذهب بهذه الفكره وبهذه الدافعيه في التغيير نفسه باتجاه السلبي وليس باتجاه الايجاب ولعل المواقف ويعني المحطات المهمه والرئيسيه في مصير الانسان تحدد هذا الاختيار وتحدد هذا التغيير باتجاه التكامل او التكامل التسافل وكما ذكرتم في هذه المناسبة أو الذكرى اللي مشاهد سيد نساء العليم عليه السلام هي مصدر الإلهام وهي حجة واضحة كانت ومحك كبير في ذلك الوقت وما محمد إلى رسول قد خلت, قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم إذا هذا هذا انقلاب لكن قد يراه البعض تكاملا لكن هو تسافل في قبال من كان في المحك وثبت على ما نص عليه القرآن وما ذكره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه وفي حق الزهراء عليه السلام فالموقف كان هناك في تلك الانقلاب في تلك الحادثة الموجودة في السقيفة حادثة السقيفة الشئيمة وبالتالي كانت هي المحك الأول الذي كان له جذور في البدايه ولكن ظهر جليا في هذا الامر وهذا التغيير وهذا التكامل وكان بناء الانسان من جعل محمد وال محمد مصدر الهام اللي راح ناخذ احنا كما ذكرنا سابقا انه كل مجتمع له لديه رموز ولديه عمليه تربويه ولديه اسره او هي الاسره نواه المجتمع هذه ثلاث عناصر تشارك في بناء الإنسان في بناء المجتمع وليس فقط الانسان وفي هدم المجتمع وليس فقط الانسان فكانت الزهراء رمزا مهما في التكامل او الاختبار الذي فشل به الكثيرين من كونها بضعة الرسول ورضاها من رضا الرسول وبالتالي من وقعت سخط الزهراء عليه عليه السلام عليه كان في يعني بؤس كبير اكيد ووقفه كبيره يوم القيامه لانها كانت هي مصدر الهام ومصدر تكامل لانها رمز من رموز مهمة في الهام الانسان للتوجه نحو بناء بناء ذاته. سلام الله عليها أسد. وسلام الله على جنينها. اذا استاذ لطيف خلينا نسمع راي المجتمع حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم في فقره شنو رايك؟ حتى نقرا القراءات الاجتماعيه لموضوعنا ورايهم بهذا الموضوع. اذا مشاهدينا الاحبه نذهب واياكم الى فقره شنو رايك وراجع لكم. في الوقت هذا وال الافكار المنحرفه وسهوله دخولها داخل الغرفه العراقيه فمن الصعب ان السيطر على ابنائك داخل الاسره الا تكون عندك حصانه دينيه ورقابه ابويه عليهم مستمره بحيث اصلاح المجتمع يبدي من داخل الاسره أنا يعني قد أتفق يعني وهي البعض بأنه قد تكون الدراسة بأنه توفر كمعرفة كقناعة للإنسان بأنه يكون متحضر بالمجتمع ويكون فائز للمجتمع ويكون فائز لأسرته لكن أنا أشوف بأنه القناعة هي أول شيء فهو يعني حتى قول الرسول بأنه يقول القناعة كنز لا تفنى فأنه وقت ما تتوفر القناعة عند الشخص بأنه يُرضى بالشيء القليل بانه يوفر للمجتمع الشيء الاكثر طبعا فهو تبدي بانه من بناء الاسره فبانه بناء الاسره بانه كيف يعلم اولاده بانه كيف بانه يعرفهم بالصح والخطا وقت ما تتوفر هذه الاجوبه كلها للفرد هذا الصغير حتى بانه من يكبر يقدر ينمي المجتمع ويكون فائد الاكثر المجتمع نقول على كل انسان يجب ان يكون قدوة للجميع أولاً في عمله وثانياً في أخلاقه فالعمل الصالح هو طريق الإنسان الصحيح ونجاح عمله وحياته في عمله فالعمل الصالح والكلام الصالح هو الـ هو الشيء الصحيح لعمل الإنسان في كل جوانب الحياة. الحمد لله صراحة ما أدري أسولف في الموضوع بس الحمد لله إحنا يعني أنا والوالدة الحمد لله تعبنا على جهانة وثلاثتهم الحمد لله وصلوا مراحل متميزة بكلية حتى بكليه الطب الحمد لله ثلاثتهم يعني الحمد لله لحد الآن أنه إحنا مشينا ويا الله عدل الحمد لله اتبعنا العمل اه يكون مقدمين الله به الحمد لله فصراحة توفقنا تتبع الله بما يرضيه تتوفق يفترض بالإنسان إذا يكون ناجح بحياته يبدي بداية صحيحة أولا يطور نفسه من خلال أول شيء الالتزام بتعاليم الدين والتعاليم اللي إجا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام حتى يكون على الطريق الصحيح لكي يصل إلى مبتغاه. واثنين يلتزم بالدراسة مثلا يحاول يبذل مجهود جيد حتى يحصل النتيجه اللي المرجوه من خلال تعبه وجهده لذلك يعني الطريق الصحيح والاسلم للوصول الى النتيجه والى مبتغاه انه يحط قدامه فد مبدا او في الطموح الانسان حتى يوصل لهذا المبدا وهذا الطموح. هي بالبدايه نعرف انه المفروض من الشخص يكون صله تقرب بالله سبحانه وتعالى واحد اثنين هدفه بالحياة شوف شنو هدفه الغاية اللي يريد يوصل لها إذا هذه هادل الغاية أنه تفيد المجتمع أو ما تفيد المجتمع الفعل أنه إذا وصل بدراسته تمام راح يكون اكو نتيجة أو ما وصل بالدراسة شوف يختص بعمل مثل ما تقول اللي يناسبه هو طبعا أول شيء حتى يكون الشخص ناجح هو أول شيء يعني الاقتداء بعلمائنا هاي أول شيء طبعا وهو توفيق من رب العالمين الشيء الثاني احنا كشباب اي شاب اليوم يريد يبني حياته ويبني مستقبله لازم يخلي هدف قدامه ويشتغل على هذا الهدف. هو وسائل تقدر توصلك للهدف مالتك منها الدراسه وال... وال يعني تفكر بدراستك صح، منها انه تفكر انت تعمل وتبتعد عن يعني ال... يعني ما تخلي فراغ بحياتك او او يعني الوقت مالتك الضيعة بالخالي بلاش بالضبط والامور الدنيويه. فاهم المقومات ذا يعني انا برايي. اولا انا اشوف انه الانسان انه يبني حياته ويشوف مستقبله انه يقتدي بال البيت عليهم الصلاه والسلام وان يكرس حياته بال... بثقافتنا ثقافتنا العشائريه او ما ينبذ هذا الشيء فالثقافه العشائريه راح تزيد بثقافته تدريجيا لهذا الشيء الاصلاح النزاهه فاليوم نشوف مجتمعنا العشائري هو رمز الاصلاح رمز لل... لل... للتوعية الشاب فالانجراف خارج الثقافة العشارية ربما يؤدي إلى الفساد إلى أمور كثيرة من هذا الشيء آه الشخص إذا يريد يعني يبني مستقبل وهو يعني بداية عمره يعني يطمح للمستقبل أول شيء المثابرة عن طريق الدراسة أو عن طريق أو طريقة ثانية مثل الصدق العالم مثل الصدق مثل يكون صادق يكون جاد بعمله يحب الخير للناس خوش آه يسوي اللي هو يطمح به خلي الهدف مالته واضح بحيث مني يثابر بحياته مني يكون يعني بالمستقبل مني يكون اسره تكون اسرته ناجحه يعني بحيث يقول الاطفال يقول ابونا كان هيكي بحيث نصير احنا مثله نصير احسن منه خلي العالم تحبنا خلي العالم تحترمنا التقدير مال العالم انه شنو كان شلون كان ابونا يتقدر قدام العالم بحيث المجتمع يحترمهم، يقدرهم، يحسب لهم يعني خلينا نقول على هن يقولون بألف حساب. إذاً مجدداً مرحباً بكم مشاهدينا الأحبة وحياكم الله. بعد أن شاهدنا هذا الاستطلاع في فقرة شنو رأيك وتعرفنا على رأي بعض اللي شاركوا في استطلاعنا أشاروا إلى أهمية أن يعي الإنسان ويدرك أهمية التعاليم الإسلامية والالتزام بالتعاليم الإسلامية باعتبارها منهج قويم ومنهج متكامل لبناء الإنسان في بداية طريقه وبداية مسيرته في الحياة إذن هذه عودة لضيفي معي في البرنامج الأستاذ لطيف الحسنى وحياك الله مجدداً أستاذ الله لطيف الله ما هي أو من هو الجهة المسؤولة الأولى عن بناء الإنسان حسنت. طبعا هي جهات كثيره باعتبار هي مسؤوليه الجميع في بناء الانسان واليوم للاسف في عالم قد تحاول او تحكمه الراسماليه ذهبت به باتجاه الانغماس في الماده والماديات وذهبت في بناء الانسان جعله اله وليس انسانا لديه كيان ولديه شخصيه المهم التركيز على التنميه الصناعيه والتنميه التجاريه والتنميه الزراعيه و و دون الالتفات لبناء الانسان وهذا يعتمد على معرفة الإنسان من يكون الإنسان اليوم يعيش حالة من الضبابية وحالة من التداخل ما بين ما يريده العرف وما يريده علم النفس أو المجتمع أو علم النفس الاجتماعي أو علم النفس الأسرة وما يريده الدين هناك تداخل تارة يقتصر الطريق الشخص يذهب برؤية كونية وأيدلوجية دينية ويحسم الأمر فيطبق ما يريد منه الدين وما يريد منه الله سبحانه وتعالى في بناء ذاته لجعله منتجا ولسعادة الدارين الدنيا والآخرة وترى علم النفس له دور وقد يعني يكون منبعا لما يسمى بالتنمية البشرية وتلك الدورات تعطى في هذا الجانب تستل أو تأخذ من علم النفس وتأخذ من علم الاجتماع أو من علم النفس الاجتماعي وهكذا وما يقوله العرف العرف هم له لديه راي في ومتمنياته ويتداخل ويتغير من مجتمع الى مجتمع ومن زمن الى زمن فبالتالي احنا نقف الله سبحانه وتعالى هو المسبب الاسباب وغايه الغايات وبالتالي وضع منهجا لتحقيق العداله المجتمعيه واعطى كل ذي حق حقه فرسم لنا طريقا نحتاج هذا الطريق ان نتبناه ونغير ما تهواه الانفس وما يتاثر من خلال المؤثرات الخارجيه فيبني علاقه ما بينه وبين بين الله ويبني علاقه ما بينه وما بين الاخرين وما بينه وما بين الفرد وما بين المجتمع وما بين مجتمع ومجتمع وما بينه وما بين اشياء حتى حقوق الحيوان وحقوق نعم. النبات وهكذا مهم. واضح؟ هذا هذه جهه يا اما يتبنى جهه دينيه ضمن يا مدرسة يا يتبنى جهة علم النفس التي هم تغير نعم. في جعل إنسان منتج يعي نفسه مه. ويعي حقيقته ويراعي علاقته مع الآخرين ويكون مه. شخص مجتمع وليس شخصا منطوي أو منعزل والعرف مه. الذي هم يعني يعطي تعاليم وهذا متغير تصور الشاكلة أو المشكلة التي تصير من خلال تداخل تلك المنابع كلها مه. مشكلة كبيرة في تحديد والهدف من التغيير مم. الله سبحانه وتعالى تذكرت أهم جهة هي تدعو للتغيير والله سبحانه وتعالى نعم بالتباري يضمن له ساعات الدارين ومنهج متكامل أحسنتم فالاختصار الطريق هنا لكن هو ليس بالهين يعني هم نعم أمر شاق ويحتاج مخالفة النفس والهوى احنا ذكرنا في حلقة سابقة نعم الأنانية وكثير من الأنبياء وأغلبتهم جاءوا لرفع الأنانية باعتبار الإنسان لديه أهواء وأمور ومزاجات اليوم احنا نعاني من مشكلة لما تقول الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لما تقول له يابا علم النفس والخبراء لا يستجيب لما نقول له يابا العرف والعقلاء مم. لا يستجيب مم. لا عشان يستجيب كيفي لهواه لا بكيفي هسا هاي الموديل الجديد مم. احنا نقول بهواه انت شخص مثقف اما الواقع الحقيقي مم. هاي الايحاء بكيفي مهمه لان اذا يستخدمون واحدة من ادوات تغيير النفس احنا ذكرنا حواس الانسان تستقطب التغيير نحط مفاتيحنا على السريع انه الامور اللي تغير الانسان للتكامل مصادرها المعروفه ثلاثه طيب طيب قبل, آه. قبل أن ندخل الى مفاتيح التغيير خلي شوي ننطي مقدمات اكثر عن الموضوع تحدثت عن انواع التنميه اللي آه اليوم الحكومات آه تراعي هذه آه التنميات منها التنميه الاقتصاديه التنميه آه. الزراعيه مم. وغيرها وقلنا ان الانسان في مرحله قد تكون متاخره من حياته او في مرحله في اوسط العمر يدرك انه بحاجه لبناء شخصيه أحسن. او لتغيير أن يكون إنسان؟ معين أو يعني أن يكون إنسانا أنا. على أقل تقدير يعني في... في أغلب الأحيان يتجه هؤلاء الطالبين أو الناشدين للتغيير يتجهون إلى التنمية البشرية وبالتالي يصدمون بواقع أو بواقع وهمي يقدمه لهم ذو التنمية البشرية أو من يدعون أنهم يقدمون التنمية البشرية يرسمون لهم واقعا ورديا يرسمون لهم خططا وهمية يرسمون لهم أحلاما جميلة وبالتالي عندما يخرج للمجتمع ويحاول أن يستخدم تلك الأدوات التي تعلمها في التنمية البشرية يصدم بأن الواقع لا يعني لا ينسجم مع هذه الادوات وبالتالي اليوم نحن بحاجه الى ادوات فنعبر عنها اكثر ضراوه اكثر شراسه اكثر قوه من الادوات التي يقدمها مدربو التنميه البشريه ولا نقول كلهم نقول بعضهم ماذا ترد على ذلك طبعا المجتمع يسميها بالايجابيه السامه نعم يعني قوالب كما تعلم التنميه قوالب لكن التنميه الى اين هي تعطي مهارات تعلم الانسان مهارات وقد قد يكون سلاحا ذو حدين، تعلمه اساليب الحروب النفسيه وتعلمه مثل كيف يكون له كاريزما وكيف اداره الوقت، لكن مرتكز الانسان اين؟ هنا المشكله الكبرى. من السهل على الانسان ان تجعله تنمويا او تجعله عالما، لكن صعب ان تجعله انسان، اليوم في غياب للتنميه الانسانيه، الانسان ان يعي حقيقه نفسه، وهي المشكله الدنعانة من عندها الكبيره. فاين القصد في التغيير؟ اين القصف التغيير؟ احنا قلنا ان مصادر التغيير ثلاث، والتوجيه لكل اذا قلنا بنظريه المؤامره لهدم كل مجتمع هي ضرب مصادر التغيير، مصادر التغيير اللي هي الاسره اللي هي التعليم، المربي، المنهج والمعلم والمدرس والثالثه هي الرموز. الرموز مهمه لان الرموز راح نكتشف لها مدخليه في سرعه التغيير وفي اليه التغيير. يعني راح سيكون لنا طريق طويل وطريق اقصر في التغيير اذا تحدثنا على اليه التغيير، لكن مصادر التغيير الاساسيه هي الاسره العمليه التربويه والمعلم والمنهج ومن ثم الرموز. المشكله اللي ما الانسان إن انه ما يعرف نفسه اصلا، يعني ابعاد شخصيته شنو؟ فيركز على تغيير البعد الشكلي في مواكبة يرى الكمال في مواكبه العصر الزي والشكل والاسلوب ثم ذهب للحركة لغة الجسد كيف يعبر عن لغة جسده لكن لا يلتفت إلى أحيانا قد للتنمية الاجتماعية كيف يصبح شخص ناجح في في المجتمع ويندمج يندمج بالمجتمع هنا قد يكون شخص مرتب شكلا لكن ضعيف في التنمية في العفو في البعد الشخصي للجانب الاجتماعي وقد ينجح في الاثنين لكنه في البعد العاطفي ليس له تنمية ولا يستطيع أن يدير مشاعره وتحكمه الغرائز جدا وغرائزي أكثر ما هو عاطفي ليس في سياسته الحب الحب هو طريق للجنس وليس العكس هذا مشكلة كبيرة وبالتالي قد يكون هو شخص متعدد العلاقات بين قوسين سوانشي ولا يتمتع بالحب بسبب هذه اللهف خلف هذه هذه الأمر وهناك بعد فكري يحتاج تنمية يكون متكاملة في البعد الفكري والأهم من ذلك وأقوى ما يغير الإنسان هو البعد الروحي إذا لم تكن هناك قوة طاغية من قبل الروح على الشكل وعلى النفس وعلى الجانب الاجتماعي وعلى الجانب العاطفي لا يستطيع الإنسان أن يتحكم باعتبار القوة الروحية لها واللي للأسف اليوم احنا في تكاملنا ما نعرف لازلنا لا نعلم كيف ندير هذه القوة المهمة قوه قوه الروحيه او البعد الروحي في الشخصيه لاننا نركز على الوسائل وهي مطلوبه. الوسائل لا باس بها، الصلاه والصوم نعم والحج والزكاه والخمس والاماكن الدينيه والمحافل الدينيه، لكن في الحقيقه المحرك الاقوى منها اللي يجعل التعشيق مع هذه الوسائل المهم هي العناصر اللي هي الوعي الذاتي سميناها المعيه ان تكون مع الله في كل اوقاتك. والحب المحرك الاول في الانسان. بالاتجاه تعبر محرك الحب حب الاله طبعا حب الكمال او حب المحسن لهذه النفس والامر هل, هل حق الانسان أن الجهاز حق أن الانسان والاخلاص طبعا هو هو كنا احنا هسه حتى في برنامجنا وكل الناس جزء اللي تتابعنا تشعر في داخلها في حاجه هسه ما اعبر اقول في تشعر في النقص فتتجه للكمال تعتقد مثل هذا البرنامج هذا الخطاب يكمل ثقافتها مم. ويكمل تغييرها تبدا تبدا من اول مره بالاستماع ثم الاصغاء ثم الفهم ثم الهضم وهي مهمه في عمليه التغيير في عمليه التغيير الحواس هو المفتاح اللي يبدي مدخليته في التغيير المؤثرات احنا راح نمران المؤثرات اليوم ابراهيم ما تغير وصار هيك اذا ما كانت إلى مؤثرات ايجابيه فاصبح ايجابيا مؤثرات في الاناقه اصبح انيقا مؤثرات في الثقافة أصبح مثقفا فالمؤثرات مرة تبدي منذ الطفولة حتى في رحم أمه تبدا مؤثراته، الام اذا كانت ايجابيه قرات قران وكانت عصبيه او تعرض للعنف النفسي او الاكتئاب تاثر تبدي ثم في السنه الخمسه الاولى تبدا السمات تتشكل ثم تنمو في الطفوله الابتدائيه ثم الطفوله المتاخره ثم المراهقه البدايه ثم المراهقه المتاخره الى ان يصل الانسان يعني احنا ما عندنا صبر شوي انه نعلم ان المراهقه تصل الى 23 سنه وبعض يقول 25 سنه نعم في تكوين في تكوين ذاته فالمدخلات وين تصير؟ المدخلات من خلال الحواس الخمسه، البصر، ما يراه، ما يسمعه، ما يشمه، ما يذوقه، ما يلمسه تنتقل هذه المدخلات الى شيء اسمه الذاكره او الحافظه في الذهن، صور صور هذه الصور هي في الخيال وهو اخطر ما يكون، الخيال طائر الإرادة لا تقاوم الخيال الغرفة مظلمة وهناك ميت وأنت تؤمن أن الميت لا يتحرك لا تستطيع أن تنام بجنبه لأنك يعني تحت, تأثير تحت تأثير الخيال وليس تأثير الإرادة مم. ونحتاج إحنا الإرادة الإرادة تحتاج خيال آخر لمقاومة هذا الخيال مم. الخيال يقول لك أنت تكون كاريزما باتجاه النساء مم. ولكن الـ الـ تحتاج خيال آخر أن تكون برجل في خيالك لبناء شخصية متزنة تلاحظ القضية الإرادة لا تقاوم الخيال في هذه المشكلة تحتاج خيال آخر فبالتالي المتخيلة تأخذ تلك الصور فإذا جففت المنابع المنابع البصرية والسمعية والذوقية فكيف شخص ولديه كما لدى أحد الأصدقاء أربعة آلاف ابنية في الفيسبوك في حساب الفيسبوك أربعة آلاف يعني تصور المشكلة كبيرة في مدخلاته وأصدقاء في مدخلاته مم. وما يعاشرهم في مدخلاتهم كمية السمع والبصر هذه القضية والصورة اللقطة الوحدة مم. تبقى يقال 15 سنة في ذهنه وهناك القوة المتخيلة تتلاعب بالتركيب الفيلم فيذهب بهذا التركيب الخطر الخيال باتجاه أمرين يا أما الوهم الذي يسول له إبليس في تطبيقه مم. ويقول له كمالك أن تكون متحررا وان تتحدث وتقول بكيفي نعم. وما بين الجانب العقلي الذي يقول لا هذه طاقه مهمه عليك ان تقف بهذا خيالك الذي يؤدي بك الى الفساد مم. اذهب بتوجيه هذه الطاقه بمشروع زواج او مشروع اتزان او مشروع عفه وبالتالي تنتج السلوك باعتبار الشخصيه ما يميزك على الاخرين افكارا وعواطف وسلوك فينتج السلوك فاحنا مدخلاتنا من بالبداية هنا مدخلات في الحواس في المؤثرات وكيف اليوم احنا في واقع حقيقه فعلا. ساعد الله الشباب يعني انا الله الشباب جيلهم مثل جيلنا ابد لا يقاس اليوم الشاب جيله ما يقاس عمليه التكثيف والضغط عليه الاعلام والمؤثرات يعني الله يساعدهم في جميع الاصعده تسرقه حتى من نفسه مشتتات يعني كبيرة لا. وقوية وتدغدغ المشاعر اليوم أنت تخاطب الشاب بجانب عقلي وهم يخاطبوا بجانب غرائزي م. اليوم الشاب يجيك من تركة بيئة بيت وعائلة وفترة مراهقة وصال على عادات صالة فد عشر سنوات أو غيره وتجي تريد في ليلة وضحات غيري تغيره وفي خطاب احنا ذكرنا الخطاب مهم خطاب تريد غيره م. كنا صرعة في بعض المواقع ليش قل لي ليش؟, ليش خلق الله سبحانه وتعالى العقل فقال له اكبر راح الغدينية لا. قال اقبل فاقبل فقال ادبر فادبر فقال, فقال ما خلقت خلق احب لي بك اثيب وك اجازي مهم العقل الى وزير الخير وعده سبعين جندي وهناك في قبالة الجهل وزير الشر الى سبعين جندي هاي المقابلة في الاضداد كما يسمى الاضداد قسم يقول تناقض جند الخير العفة لكن جند الشر والجهل شراها هنا الصدق هنا الكذب هنا الأمانة هنا الخيانة هنا الوفاء هنا الغدر مه. وهكذا عندك سبعين جندي إيش قد تحتاج أنت تحرر من هذه الخنادق وتحتلها في سبيل تكون مملكتك رحمانية وتكون إنسان بما يريده الله سبحانه وتعالى إيش قد يحتاجك من الوقت إيش قد يحتاجك من الهام هذا في الجانب الروحي وين؟ اي نعم. في الجانب الروحي في الجانب الروحي في الجانب النفسي هم اكو في الطريقه م. الجانب النفسي أه... عندنا وقت لل... قبل الفاصل لا. في الجانب النفسي م. هذه الاليه راح نتوقف عنها بعدين نرجع لها في الجانب الديني في الجانب النفسي يقول انت الطريقه يعني سوي وغير سوي م. مره عندنا شخص يعاني من اضطراب مره يعاني من مرض مو عقلي مرض نفسي وهم مشكلة اللي يروح اليوم للمرض النفسي يقول أنت مجنون خطأ مو مرض عقلي هو مرض نفسي فالمرض النفسي حالة حال باقي الأمراض الجسدية الموجودة نعم فيحتاج الإنسان إن يعيش شخص متزن كنا 90 أو أكثر من 90% عندنا اضطراب نفسي وبعض ما عندنا مرض واللي يترك الاضطراب يتحول إلى مرض لكن هم يريدون يقولون الشخص أن يكون متزنا لكن لما تدخل في الجانب التنموي في الجانب النفسي يقول يا بي بناء شخصية تستطيع أن تغير يحتاج إلى إرادة وهذه الإرادة طبعا شوق أولي وشوق الزات بها في سبيل التلفزيون يعني مرات أنت تشحن نفسك بس شحن مو كافي ويعني تحتاج شحن أكبر والإيحاء وهذا كلش نقطة مهمة الإيحاء من قبل نفسك ومن قبل الآخرين توحي دائما نفسك بالقوه وبالعزه وبالاقتدار وبال يعني تحقيق الاهداف والاماني لازم هذا الامر موجود واحيانا الايحاء هذا يكون خطر للطفل اذا كان سلبي وللمراه والزوجه والحبيبه اذا كان وحتى خطر على الراشد انا يعني برايي حتى الانسان كل كل شخصية قوية تجي نعم. تحطم من معنوياتك وتقول لك أنت إنسان نعم. غير جيد وغير بالطبع. نعم وأنت وأنت طول الوقت أنت, انت تمدح بنفسك شخص لوام أو شخص يتصور أنه هو يريد يفيدك بس نعم. يضرك من كثر السلبيات الإيحائية مشكلة الإيحاء مهم جدا بحياتنا لدرجة البعض يحتاج أنه يمشي ويردد طيب. كي كيف أو يكتب كيف نعم كيف نسيطر على هذه النقطة يعني كيف الإنسان اليوم من يريد يدعم نفسه بنفسه نفسيا آآ آآ يسيطر على نفسه ويخلي مصدات شوف من الاخرين من شوف الكلام السلبي اللي حسب الصوره احنا ايش كم صوره عندنا هسه؟ اليوم ابراهيم ايش كم صوره؟ انا اقول لك كم صوره؟ صوره يريدها الله على صفحه صوره يريدها علم النفس على صفحه صوره يريدها العرف صوره انت تريدها صوره الحقيقيه الواقع المثاليه اللي نحتاجها المجتمع وصوره واقعك الحقيقة هسه كم صوره احنا عندنا؟ سته ويجوز تتعدى فالقضص الصورتين اللي تتحدها وين؟ اللي تطمح لها. اذا تكلمنا بالجانب الديني تحتاج هذه الصوره اللي ترفض جنود الجهل وتجيب جنود العقل وتصبح انسان رحماني واضح مطيع متلبس بالعبوديه قد تصل الى مستوى اذا أردت لشيء كن فيكون هذا قد يحتاج الى وقت وهي طبعا مشكله قد تصل الانسان الى قد يكون ويكون لكن قد ينزلق لك تحدثنا عنها يا داوود بشر المذنبين وانظر الصادقين مه. واضح هاي نقطه في علم النفس الايحاء مهم حتى في الجانب الديني الايحاء مهم دائما الله سبحانه وتعالى يلهم الانسان من خلال قراءه القران عمليه الصبر وعمليه الايثار وعمليه الـ 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 الامل المنشود والرجاء المنشود في الاخره وعمليه العفو او الصفح من ذنوب نغفر, نغفر. نغفر. عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا من رحمه كم هائل في انبعاث الامل في هذا الجانب جانب علم النفس هم يركز على هذا الجانب يقول يا ترى واحده من ملهمات الانسان اللي ها سوى من أطراف الموجوده محيط مالتك البيئه تعليم الرموز او انت نفسك اللي يشوف نفسه ضعيف بالايحاء خلوه يروح يكتب لي كتابه. على خليه يكتب سأكون هادئا. شنو شنو فائدة هي فائلت؟ النظر مجرد النظر ات ات احنا ايش قلنا؟ احنا قلنا عملية الاستقطاب مم. من خلال المؤثرات لعملية الخزن. وبالتالي المتخيلة تذهب بالعقل، العقل يقول تنفذ. فإذا دائما التكرار باللفظ سواء كنت في المشي في الرياضة مم. أو في الرؤية. نعم دائما مكتوبة الكتابة قدامك فتح عينك اكو ناس اول ما تلهم نفسها تقعد من الصبح تقول يا رب شو اسوي اليوم اللي يرضيك؟ ها كل يوم تقعد هذا شعارها، الهامها هذا، <applause> اكو شخص لا يعني يعرف نفسه اليوم ممكن يواجه امر وحتى في المواجهه مشاكل يحتاج الانسان يلهم نفسه قبل ما يذهب للمشكله، مو يلهم نفسه سلبي، يلهم نفسه ايجابي ساكون هادئا راح المشكله راح احتوى هذول الجهال الموجودين بالتصرف وياي فصار عندنا صار اولا عن الاراده في علم النفس ومن ثم الايحاء ومن ثم التفكير الموضوعي طيب خلينا نتوقف عند هذه النقطه التفكير الموضوعي ونذهب لمشاهده فقره عالم بهاء التقني اذا مشاهدينا الاحبه نذهب واياكم لفقره عالم بهاء التقني نتعرف على درس تقني جديد مع الاستاذ بهاء عبد الستار وراجع لكم ان شاء الله اهلا بكم في هذا الفيديو راح نشرح موضوع مهم بالاستمارات اللي هو اضافة القائمة المنسدلة حتى نضيف قائمة منسدلة لابد انه نضيف المطور وطبعا المطور حتى نضيفه بالقوائم نجي الى ملف ومن ثم نجي الى خيارات ومن ثم تخصيص الشريط ونضع علامة صح على المطور في حال لو كان بهذا الشكل نضع علامة صح ومن ثم موافق راح يتم اضافه قائمه المطور الى القوائم الحاليه بعد ما ضفنا المطور نجي الى هذا الخيار اللي هو اسفل الصوره اللي هو عنصر تحكم لمحتوى قائمه منسدله بعد ما نضغط عليه بهذا الشكل راح يتم اضافه القائمه المنسدله حتى نضيف خيارات هذه القائمه نجي الى خصائص وطبعا راح نضيف عناصر لهذه القائمه عندنا مثلا هنا الجنس راح نضيف ذكر وانثى من خلال اضافه راح نكتب ذكر ومن ثم موافق ثم اضافه جديد ونكتب أنثى هذا الشكل ثم موافق ثم موافق طبعا بالامكان تعديل الخصائص مثلا ممكن نضيف اللون ممكن يكون باللون الاحمر او الاسود ومن ثم موافق نجي الى الاختصاص هذا الشكل وايضا طبعا نضيف عنصر تحكم اللي هو راح يكون قائمه منسدله بهذا الشكل نجي الى خصائص ومن ثم إضافة راح نضيف مثلا دبلوم ثم إضافة جديد راح نكتب بكالوريوس ومن ثم ماجستير واخيرا دكتوراه ومن ثم موافق طيب حتى نضيف تاريخ بشكل دايناميك نضغط بهذا المكان وطبعا نجي إلى التاريخ هذا الشكل طبعا بهذا الشكل نضغط على الخيار عنصر تحكم محتوى منتقي التاريخ بهذا الشكل راح يكون عندنا التاريخ طبعا بامكاننا اضافه التعديلات بهذا الشكل من خلال الصفحه الرئيسيه وطبعا نضيف التنسيقات مثلا 20 بولد ومثلا ممكن يكون لون احمر ايضا ممكن نحدد هذا الجزء طبعا ممكن نختار حجم 26 وبولد او ممكن يكون 24 ممتاز بولد ولون احمر بنفس الطريقه هذا الشكل ممكن يكون بولد وطبعا ممكن يكون الحجم 24 واللون احمر الان بعد ما تم اضافه القام المنسدله طبعا بامكاننا الاختيار بشكل سريع ممكن نضغط على الجنس ونختار ذكر او انثى ايضا ممكن نختار الاختصاص بكلوريوس او دبلوم وايضا نضغط على التاريخ ونضيف التاريخ مثلا س1912022 بهذا الشكل طبعا اذا لاحظت القائمه المنسدله راح تفيدنا كثيرا بالاستمارات بامكاننا نحدد مجموعه من الخيارات للمستخدم وطبعا المستخدم يختار الخيارات من خلال القائمه المنسدله حياكم الله مشاهدينا الاحبة بعد ان شاهدنا سويا فقرة عالم بهاء التقني وهذا الدرس الجميل الذي قدمه لنا في برنامج وورد والقوائم المنسدلة التي قد تكون نافعة جدا معنا في بعض الاعمال والمهمات التي تطلب منا سواء في العمل او من بعض الاصدقاء اذا ارحب بكم مجددا كما ارحب بضيفي الدائم معي في البرنامج الاستاذ لطيف الحسناوي حياك الله استاذ لطيف كنا نتحدث عن الابعاد المهمه في بناء الشخصيه ووصلنا الى التفكير الموضوع. الموضوعي ماذا تقصد بالتفكير أحسن. الموضوعي ارجع اقول انه المصادر التغيير ذكرناها نعم آه يا اما نفس يا اما عرف يا اما دين نعم. دين ما تحدثنا هسه بس شخصنا. يعني شخصنا مصادر لكن ما ذكرنا الآليات، آليات التغيير. وذكرنا الشخص مجموعة صور. في علم النفس ذكرنا الإرادة. يذكروها الإرادة، ممر شحن الإرادة في عملية التغيير. وذكروا كل الإيحاء، كلش مهم، إيحاء الأم للطفل إنه فاشل أو جيد. إيحاء للطفل المعاق إنه ممكن يكون منتجًا. إيحاء للزوجة. العكس بالعكس، إيحاء الزوجة للزوج. اللي هو صورة من التشجيع مهمة كلش مهمة حياتنا دائما هسه احنا في صلاتنا على الجانب الديني مه. إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا انتبه إيحاءات ذني كلش مهمة في الإنسان في بيان حقيقته ومستقبله فالإيحاء ضروري الأمر التفكير الموضوعي التفكير الإنسان أن يكون منتجا أن يكون موضوعيا مه. مو خياليا ولا وهميا ولا عايش ب... يعني الحياة ليست هينة حياة صعبة لا تعطي الأمور سهينة سهلة هناك قتال, قتال في الحلال في قلت في الحرام يجب <applause> أن يتخيل الإنسان واقعه أو يجب أن يتخيل الإنسان صورته احسنت كيف نز... نمزج بين هذا هذين القولين؟ الصورة يعني. تتغير، تدري ليش تتغير؟, تتغير لان رجعنا قبل فتره الحلقه ذكرنا انه كمال الانسان لما يشعر الانسان بالنقص يتجه للكمال، لكن كماله اين يري... يريد به؟ يريد المحبه والسيطره والقوه، فيعتقد في الزينه ان الصوره ما اللي يبدا عليها الناس تحبه وعدة قوه وعده سيطره ان يكون في ابهى صورته جسدا نعم والشكل الشكلي البعد الشكلي للأسف أدنى مستويات لكن أصبح اليوم من نعم. وراء الجانب التجاري والموضة وكذا في سبيل تسويق كثير من الأمور أصبح نعم. هو الواجهة المهمة. نعم. فهذا جانب كنا نلتفت له في الجانب نعم. الشكلي وتارة يحتاج طبعا في الجانب الشكلي يبررون ذلك بأن الله جميل يحب الجمال ماذا ترد؟ أي طبعاً. الاهتمام ليس بالمبالغة وليس يعني نعم. تصدير كل الأبعاد الشخصية والتركيز على هذا الجانب. والا عندما ياتي الهرم ماذا يقول؟ <applause> <applause> والله القصد وين؟ القصد انه الجانب الشكلي مهم والبعض يتصور هو هو في الزينه القوه والسيطره والمحبه ثم يكتشف في المال فيهمل احيانا الشكل على مود المال ثم يكتشف الجاه ثم يهمل الجاه المال ثم يكتشف العلم قد يكون العلم في فيترك الجاه ويتجه ومن يوفقه ربنا كادحا الى ربك كدحا فملاقيه الله يوفقه سبحانه وتعالى ليكتشف انه الكمال بأن يكون محبوبا ومسيطرا وقويا في الاتجاه الى الله سبحانه وتعالى واضح وهذا يعتمد اعتماد كبير على اكتشاف الانسان وسعيه في الاكتشاف المحرك الاول في التغيير هو النية نية المرء خير من عمله وبالتالي اذا نوى الانسان واتجه اتجاه صحيح في التغيير الله سبحانه وتعالى يساعده الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وبالتالي هذا الجانب. نرجع الان الجانب النفسي الجانب النفسي يدعو الى التفكير الموضوعي ليس حالما ولا واهما ولا خياليا ولا مبررا وكثير من الامور اللي تقول دنت تعيقك بالتنميه هم يحجون بها هواي لا. لازم تكون عندك غير مبرر كذا فالمهم ان يكون تفكيرك موضوعيا واضح والتفكير الموضوعي قسم يضعونه في القبعات السته وغيرها لكن مهما يكون له وحده موضوع وله يكون منتجا الامر الاخر الاستغراق في التفكير نحن سطحيين حقيقه بالتفكير لا نعي أيه. تعلمنا على السرعه تعلمنا على الساندويتش بدل الطبخات الجميله تطبخ لنا اياها في البيت واضح تعلمنا على ال... 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 في التنقل السرعه في المعلومه السرعه مم. الناس هجره القراءه مطوله الكتب مطوله الى الكتب الصغيره ثم الكتيبات الناس هجرت المنشور البي كتابات هو المنشور الصغير هجرة اصلا الفيسبوك راحت للانسا وراحت للتيك توك وراحت بس <applause> شوف التسطيح وين فكيف اذا اريد منك اذا تريد تبني وتغير نفسك في جانب النفس تحتاج ان تكون مستغرقا في التفكير. الاستغراق في التفكير كيف تستغرق في التفكير؟ تأمل الاليه التأمل هذا يجي التفكير، التأمل الامر الاخر يعني هل الانسان يحتاج أن يجلس يوميا يتأمل آه يبتعد عن المشكله في نفسه ام في ماذا؟ يعني؟ يتأمل ويوحي ويفكر تفكيرا موضوعيا وفي التأمل يكون هناك استغراق في التفكير وهو فرق عن الخيال في الاتجاه يعني احنا حتى في حياتنا اليوميه نعيش هذا هذا الجانب انه في بعض الاحيان نجلس بس وين عيشه؟ وين نجلس داخل البيت ايه؟ نجلس ف يعني نذهب او نستغرق في التفكير بعيدا يجيك واحد ليش صافن؟ اي من دايخ اي هاي مشكله <applause> ولا احنا حتى حتى لو يتركونا بحالنا التداخلات في الخيال والتامل هنا المشكله انت تحتاج موضوع حاضر تكون منتج بيت تشوف الياته الطبيعيه والواقعيه هذا التفكير موضوعي وتتامل بتداعيات التفكير لكي يكون تفكير منتجاً اما اذا انت تتامل في بناء دار ويجيك خيال في سياره مثل تشارجر وتطلع وتركب السياره وتعيب التفكير في خيالك تداخل الخيال مشكله فالايحاء او الاراده ملزمة والإيحاء ملزم للإنسان أن يكون منتجا والتفكير موضوع والتستغراق في التفكير والتأمل هذا التأمل اللي هو يأخذك طيب التفكير نقطة مهمة في بعض الأحيان يقولون اجعل سقف طموحك عاليا حتى تأخذ أقل منه بقليل على أقل تقدير هي يعني هاي أهم دافع نفسي يعني هذا نوع من أنواع الدافع النفسي يفكر يبلي الإنسان يبلي في طموح متوقع آه اكبر من طموح قال قال لابيه اتمنى ان اكون مثقل لا تستطيع لاني كنت أن اكون كجعفر عليه السلام النبي الامام جعفر عليه السلام وبالتالي جعفر صادق وبالتالي هذا ما تفضلتم به لشحذ الهمم لشحذ الهمم الانسان لما يخلي هدف قدامه شخص ناجح يكون وبالتالي هو هذا الامر الا يسبب ذلك صدمه للانسان او خيبه او لا لا, لا, لا مستحيل لا مستحيل اذا ما وصل النتيجه لا هو, هو كاسب جميل الاحوال كان محركا قويا التخلق باخلاق الله لا تصبح إلهنا او رب. لكنك تصدق قفزات نوعيه تصير عندك احنا ذكرنا في الحديث الجانب النفسي قبل ان اعبر الجانب الديني ودعني اتحدث عن الجانب الديني ونعرفه سريعا الجانب النفسي كالتالي يرى في قوالب التنميه قوالب لا. قد تكون هي حسنه وقد تكون سيئه حسب المستخدم مم. واحنا خلينا نقولك اخم ما اياها بصراحه احنا التنميه البشريه عندنا أغلبية في قوالب الثقافه الاوروبيه وفي مم. الجانب العربي والاسلامي اخذت تملى بثقافه اسلاميه سلفيه وهابيه مم. هاي يسميها يعني التنميه البشريه لدينا محاولات جيده في النجف الاشرف لدينا علماء بدت تملي تلك القوالب جيدا اما في الاغلب العام واضح هي تركز على الكاريزما واظهار الساعه والوقوف واداره الوقت والحرب النفسيه وكثير من الامور اللي ذكروها، لكن بعض الامور هي تنميه، قلت لك تنميه اقتصاديه قد تكون تنميه اقتصاديه في حساب كثير من الامور الخاصه بالعمل او صناعيه او عسكريه او زراعه وهكذا، لكن بناء الانسان كانسان ليس بالهين، سهل ان تكون عالما لكن صعب ان تكون انسان، هو ذكر قال ابني انا صار طبيب صح؟ جيد لكن ان يكون انسانا لان <applause> يعني الطبيب هناك انسان وهناك لا انسان أحسنت. بعيد عن عن المهنه التي كانت تسمى مهنه او مهنه الملائكه هكذا ملائكه الرحمة <applause> القصد لو ذهبنا بعيدا عن علم النفس الذي يذهب في بناء الانسان في قوالب التنميه البشريه يجعل منه سويا وغير مضطربا وغير مريضا ويدمجه في مجتمع بشكل صح ويكون منتجا. في الجانب العرفي المشكله هنا في تداخله وتغيراته ومن جيل لجيل وقد تنقلب الامور اليوم العرف احيانا يدفع الانسان ان يكون بخيلا وهو ليس بخيلا هو مدبرا وان يكون صلفا وهو يستطيع ان يكون ويعيش في هذه زحمه الحياه الصعبه حتى لو كان سارقا او معتدلا على حقوق الاخرين وشاطر وبالتالي الامور بدات تتغير بالرذائل في تحولها الى فضائل من حولها العرف؟ العرف اي اريد اوكي حب الحياه اجعل له صل... لسانا سليطا صليفا لا. واضح اي خل بتتجاوز على الاخر ياخذ حقك هذه الا تصدق هذه النوايا في بعض الاحيان او هذه الجوانب او هذه التوجيهات في بعض الاحيان إيه تنتج في التربيه تنتج لكن, لكن اسلوب خطا لا لا امير الامام علي عليه السلام يقول اعلم اصلحكم في في افساد نفسي انا اعلم ابني ممكن اوديه باتجاه ما بالقوه وبالضرب نعم ويجي بنتيجه لكن شنو اللي مدخلاته في في, نفسه. في مخالفه تعاليم الله سبحانه وتعالى من جهه وفي اثار العنف على على الشخص اليوم مو اقول لك انت الاب ما يربي يا ليش ما يربي؟ ما يضربهم ما يعنفهم وبالتالي الولد مع اقرانه اقرانه يرى يرى ظلم الاباء على اصدقائه عمليه طبيعيه لكن ابوه هذا مدلل لما يضربه <applause> واضح فالبعض يقول لي انت ربي عادل ما قاعد تربي ولدك عدل لان ما تضربهم الضرب هو اللي احنا تعلمنا عليه ابونا علمنا على الضرب كان يضربنا طلعنا ناس زينين <applause> واضح فالعرف مرات احيانا يتجه باتجاه الانسان ويصل الى نتيجه لكن مخلفاته شنو؟ بغض النظر عن موقف يعني خالفت الشرعاني مؤثرات العنف على الطفل هذا وين راح تنعكس؟ بالضبط <applause> استاذ لطيف الزميل المخرج يشير الى بقاء أربع دقائق من عمر حلقتنا لهذا اليوم خلينا نأخذ في ثلاث دقائق فقط دور الدين في بناء الإنسان باختصار باختصار هناك وسيلة وهناك آلية طبعاً نحن لما, لما نقول الدين هو الدين الإسلامي أي عقيدة ينبثق منها نظام لكم على ضوء مدرسة أهل البيت فتكون العائلة المربية ضمن تعاليم دينية والمنهج في المدارس بتوصيات والمعلم بتوصية يكون ملهم وكذلك الرموز اهل البيت سلام الله عليه افضل الرموز وما ما ما, ما 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 ينزل من مستوى اهل البيت اللي هم كالعلماء والمجتهدين والمراجع. القضيه تحتاج طريق سريع وطريق بطيء، طريق البطيء ذكرنا انه اصلاح الانسان ب 70 جندي من جنود العقل تبدي كل يوميه تاخذ امر انا عندي مساله الغيبه. فأبدأ اشارط نفسي انه ما اخذ غيبه اليوم وراقب نفسي ما اخذ غيبه اليوم وحاسب نفسي بالليل اذا اخذت غيبه وعاقبها ممكن اضرب عليها صيام او قراءه جزء من القران هاي الطريقه الطويله فتاخذ جزء جزء صفة صفة لتصفية الجانب السلبي والرذائل الموجودة في جنود الجهل لتحويلها إلى جنود العقل هاي تحتاج استمرار الطريقة الصحيحة أن تلتصق وتلتزم وتندك بشخصية قوية مرة الله سبحانه وتعالى جعل اهل البيت سلام الله عليهم افضل مصدر الهام حتى زهر عليه السلام للرجال والنساء فبالتالي التامل والقراءه والوعي لهذه الشخصيه تطلع عندك قفزات نوعيه كالبراده الحديد تسرق الرذائل وتصير عندك فضائل ومره لا ممكن الادنى براجع فضلاء اشخاص اتقياء والعكس بالعكس ممكن الرموز ممكن المحيط مه. ولكن التركيز على العناصر الوعي الذاتي والحب حب الكمال وعملية الاخلاص مه. هذه تنمي في الجانب الديني مه. سواء أخذت بالمشارطة والمراقبة والمحاسبة والمؤاخذة في الطريق البعيد أو بطريق القصير في الارتباط بالشخصيات القوية التي تستطيع أن تقفز بك قفزات نوعية وتغير في أمرك مه. طيب يعني الفكرة العامة من الموضوع أن تحط نفسك بالناس الإيجابيين أن طيب. تنظر في عين كبيره الى الرموز والقدوات الايجابيه التي تلهمك وبالتالي ان تكون مع الله في المحصله لكي تكون سويا متكاملا في صناعتك وبنائك وبناء شخصيتك استاذ <applause> لطيف الحسناوي هذا ما يسمح به وقت حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكل الايضاحات التي تفضلت بها والوسائل والطرق والسبل الصحيحه لبناء الانسان لنفسه وشخصيته شكرا لك حياكم شكرا جزيلا الشكر موصول لكم احبتي المشاهدين لمتابعتكم حلقتنا لهذا اليوم انتظرونا ان شاء الله في الاسبوع القادم على راس الساعه التاسعه مساء مع حلقه جديده وملف شبابي جديد الى الملتقى